أولويات هو أنه في القريب العاجل إن شاء الله غادي نبونسيو لي زيتيود أركيتكتورال ديال القاعة المفضلة ديال جوج ديال لي سونتر سبورتيف دو بروش وأيضا ديال الحديقة اللي في المدخل من مدخل صلاحية. كذلك غادي نمشيو في التوجه على أساس أننا إن شاء الله خلال 3 أشهر أو 4 أشهر المقبلة سيتم شراء جميع العقارات باش نقدروا نحطوا فيهم هاد المشاريع كاملين ان شاء الله. اليوم 15 مشروع. بالنسبه للصحه، في الحقيقه يعني الحمد لله وهذه بشره ساكنه سيدي حي الغرب ان المستشفى المحلي سيتم فتح الاضرفه يوم 1 مارس 8 مارس و 16 مارس لان كاع توسكي تكنيك يعني كاع لا لي فلويد ميديكو ولا لا ولا لي كليماتيزاسيون ولا مجموعه الامور انها غتفتح في هذه الصفقات وان شاء الله ما بين سنه ونصف الى سنتين كيف ما تواصلت مع سيد المندوب الاقليمي وايضا مع المدير الجهوي ومع يعني المدير المركزي على اساس انه ان شاء الله خلال سنه ونصف او سنتين سيتم ان شاء الله تسميته. كاين كذلك انه الان حنا بصدد انشاء بصدد تغيير هذا المستشفى القرب اللي كاين، كذلك انه بالنسبه للناس ديال سيدي حي الغرب كاين واحد كاين الاسبوع المقبل ان كاع الاخوان اللي فيهم اللي كيديروا الدياليز ان لا كلهم غيتواخذوا اون شارج هنا في مدينه سيدي حي الغرب، حتى واحد ما غيبقى يديروا في البريفي خصوصا كنقول لكم الساكنه ديال سيدي حي الغرب. كذلك بالنسبه لنا حنا بي ام اش، حنا راه من بين المشاريع اللي كاينه من 15 مشروع كاين المشروع ديال بي ام اش. فور التوصل ديالنا يعني بلا سيفونسيون وبالموازنه وبموازنه الميزانيه غادي نلونسيو باش يكون طبيب وممرض عندنا هنا في المدينه ديال سيدي حي الغرب وعلى الاقل جوج ديال الممرضين. بقات الطريق ديال دوار الشانطي وكذلك بالنسبه للتشغيل. الطريق ديال دوار الشانطي شارع تيفلت كيف ما قلت حنا راسلنا العمران، جلسنا مع العمران مجموعه ديال الاجتماعات اللي غنأكد عليه واللي غنطمئن عليه الساكنه هو انه راه ما يمكنش نصاوبوا دابا الطريق ديال تيفلت، ولكن غتصاوب انا كنقول لك خلال هذه المده الوجيزه غادي تصاوب، لان خاص اول حاجه هو اننا نديروا يعني لي زيسي في فلاسينيسمو تما وفي لي فوار اللي فلاسينيسمو اللي دايزه، كذلك غادي يتصاوبوا دوك لي روكار اللي ديجا مهرسين، دوك الكوادس كذلك اللي مهرسين تما كينات، وانذاك غادي يديروا لي زيسي في الشاطو راه قرب يكمل. وغادي نساليو مع شارع تيفلت ان شاء الله حتى وراه حتى هو خلال هذا الهدف. بالنسبه للتشغيل هو انه كنت مشيت عند السيد رئيس الجهه فين ابدا يعني الرغبه ديالو لانه كاين مجموعه ديال الشباب حاملين مشاريع، مجموعه ديال الشباب حاملين مقترحات مشاريع، الحمد لله ان غدا يداروا سبعه فقط يعني في سبعه اقاليم كل اقليم غيكون فيه حاضنه واحده ديال الشباب حاملين مشاريع، الحمد لله ان سيدي يحيى كنأكد لكم انها غادي تكون فيها حاضنه ديال الشباب حاملين مقترحات وحاملين مشاريع في مدينه سيدي يحيى اللي ان شاء الله غادي يكون واحد السيفونسيون كثار سواء من عند ليطا من عند الدوله او من عند مجلس الجهه اللي هو الاختصاص الذاتي ديالها.